بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم مشاهدينا مشاهدي قنوات السعودية الرياضية، التحية كذلك لزميلي عادل الزهراني وللكباتنة عادل البطي عبد الرحمن الرومي، كذلك زملاء في أرضية الملعب المراسلين عبد الله العضيبي وبدر رافع. النهائي الخليجي الآن في بدايته، خليجي 21، وحنا بالنهائي الحين، بطولة بالقلب والعين، أبطال إمارات وعراق وش مسوين، لكن كلهم بالتأكيد حبيبين، وكلنا بالنهاية فايزين في بطولة الحب كأس العالم للخليج، خليجي 21، المباراة النهائية هنا في استاد البحرين الوطني. حضور كبير، منظر مهيب، أجواء بطولية كبيرة جدا في أرضية الملعب، حضور كبير جدا لأبناء الإمارات، للجماهير الإماراتية، كذلك منطقة مخصصة للجماهير العراقية وفيها حضور مقبول للجمهور العراقي، لكن أجواء نهائية، أجواء كبيرة، أجواء مباراة نهائية بإذن الله فيها التوفيق لطاقمنا السعودي بقيادة المونديالي خليل جلال الذي يدير هذه المباراة في النهائي لبطولة خليجي 21. الحكم خليل جلال، الحكم الذي يدير هذا النهائي، امامنا الان بالصوره خليل جلال الغاندي، يساعده طبعا عبد الله الشلوي وعبد العزيز الاسمري، طاقم الثلاثي سعودي، وحكما رابعا الحكم نواف شكر الله البحريني. هذه الصوره لخليل جلال، والحكم الذي بدا البطوله من امام الامارات ومن امام هذا المدرب مهدي علي، اول مدرب اماراتي يدرب في بطولات الخليج، وثالث مدرب إماراتي بالمجمل يدرب المنتخب الإماراتي بعد المهام السابقة لجمعة غريب وعبد الله مسفر، ومن ثم يأتي مهدي علي ليدير جيلا وليس منتخبا، جيلا بدأ معه منذ البداية. بينما حكيم شاكر لظاهر أمامنا، النهائي الثالث لهذا المدرب حكيم شاكر، مدرب منتخب الشباب، وصل للمباراة النهائية لكأس آسيا تحت 19 سنة في الإمارات، وصل لنهائي بطولة غرب آسيا في الكويت، إثر النهائيين خسرهم، والآن النهائي الثالث على التوالي في أقل من شهرين، حكيم شاكر مع المنتخب العراقي. مباراة تملك كل مقومات المتعة، الإثارة، الصفات العالية الجودة في الجانبين، نتحدث عن أفضل هجوم، أفضل دفاع، نتحدث عن كرة إماراتية ساحرة قدمها أبناء الإمارات، الفريق الذي بالتأكيد أقل ما يوصف عنا بأن أسبانيا الخليج، وفريق العراق الذي تألقوا بالتأكيد أقل ما نطلق عنه بأن إيطاليا الخليج، كناية عن أكثر قوة هجومية إماراتية وأكثر قوة دفاعية عراقية في هذه المباراة. أجواء مباراة نهائية، أجواء جميلة، فقط نبدأ الآن مع ساعة الحقيقة، الثواني تبدأ وتبدأ الثواني في مباراة نهائية ننتظرها في البداية لنستمتع مع هذا الحدث المنتظر طوال أيام طويلة. بدأنا في 5 يناير مع بداية العام الميلادي الجديد، ونحن الآن في 18 من يناير، ضربة البداية. بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي محدثكم أحمد خالد النفيسة في هذا النهائي الكبير، بطولة خليجي 21. كنت حاضرا في خليجي 20 في النهائي لما كان الأخضر أمام المنتخب الكويتي، وصلنا للأشواط الإضافية، بعد ذلك فازت الكويت، لكن الآن أجواء مختلفة من عدن إلى المنامة في البحرين في استاد الوطني في البحرين. تبدأ المباراة، يبدأ النهائي، يبدأ العمل، يبدأ الحماس، وتبدأ القوة، وهنا كرة إلى خارج أرضية الملعب. المنتخب الإماراتي يلعب حارس رقم 1 علي خصيف، ظهير أيمن إماراتي رقم 9 عبد العزيز هيكل، القلب الدفاع الأيمن 23 محمد أحمد، رقم 6 قلب دفاع أيسر مهند العنزي اللي يحاول الآن، لكن الكرة موجودة، يونس يلعب كرة أمامية باتجاه المرمى، لكن تأتي كرة لصالح المنتخب العراقي، علي عدنون يلعب الكرة إلى خارج أرضية الملعب، الدقائق الأولى التي يبدأ معها المنتخب العراقي، الصورة على علي عدنان، لكن نكمل التشكيل الإماراتي، مهند العنزي قلب دفاع أيسر، عبد العزيز صنقورة 14
ظهير ايسر، عندنا في المحور اثنين نجم كبير جدا رقم 13 خميس اسماعيل، وعامر عبد الرحمن رقم 5، طرف ايمن حبيب الفردان 4، وطرف ايسر علي مبخوت رقم 7، موجود خلف المهاجم بالتاكيد نجم هذه البطوله عموري عمر عبد الرحمن رقم 21، وفي الامام هداف البطوله حتى الان احمد خليل بثلاث اهداف، في الامام رقم 11. يلعب الكره الان علي خصيف عاليه، تاتي بارتقاء احمد خليل، موجوده عراقيه اللي يلعب بتشكيل نفس التشكيل اللي بدا فيه المباراه الاولى والثانيه في بطولات الخليج امام السعوديه والكويت، وهذه كره فيها خطا لصالح المنتخب الاماراتي، يلعب طبعا بطريقه الاربعه واحد واحد، وطبعا لاعبي طرف وحمادي احمد طبعا خلف المهاجم ويونس محمود، لكن نذكر نور صبري 22 حارس، ظهير ايمن 23، وليد سالم 2، احمد ابراهيم قلب دفاع ايمن، و14 سلام شاكر قلب دفاع ايسر، ظهير ايسر 6 علي عدنان، و15 قلب دفاع او محور دفاعي بادوار دفاعيه كامله، رقم 15 علي رحيمه، طرف ايمن رقم 9 احمد ياسين المحترف في اوروبا الوحيد في بطوله خليج 21 مع نادي اوبريو السويدي، وهمام طارق رقم 11 وسط ايسر، ويتواجد سيف سلمان امام علي رحيمه لاعب محور متقدم اللي صوره الان معاكم، وكذلك حمادي احمد المهاجم الثاني، وفي الامام يونس محمود رقم 10. الكرة الآن في المنتصف ملعبه في الجهة اليمنى، وليد سالم لصالح المنتخب العراقي ممتازة، أحمد ياسين ملعبه باتجاه المرمى، لعبها عرضية وليد سالم، لكن كرته إلى خارج أرضية الملعب، كان في المحاولة هذا اللاعب الذي أجهش بالبكاء بعد المباراة الماراثونية الكبيرة التي جمعت بالأحمر البحريني والتي كانت بالتأكيد مثيرة في كل أوضاعها، هنا أخطاء فردية، همام طارق يلعب الكرة، يا الله يا الإماراتي، هل هي هيبة الحضور الكبير الإماراتي في مملكة البحرين؟ تروح في كل مكان تلقى سيارة إماراتية، تلقى مشجع إماراتي، شباب إماراتيين متحمسين، لو حضروا لملأوا ملعب يتسع لمئة ألف متفرج، الجمهور الإماراتي الموجود في مملكة البحرين حقيقة لا أستطيع أن أوصف كمية الجماهير الإماراتية الحاضرة في اليوم ويوم الأمس في مملكة البحرين، وحاضرة بالتأكيد تملأ مساحات أكثر في ملعب استاد البحرين الوطني. رمي التماس لصالح المنتخب العراقي في مباراة اليوم، وهذا الحكيم حكيم شاكر المدرب الذي بالتأكيد أقنع الاتحاد العراقي في استمراره، وبالتأكيد قدم عملا أفضل من زيكو. هذه كرة ملعوبة، تأتي كرة الآن محاولة، يحاول في أحمد ياسين، يلعبها في اليمين يونس، ولكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب، الطول الطول خارج أرضية الملعب، ضربة مرمى ضربة مرمى. كما ذكرت خليل جلال بدأ هو والمنتخب الإماراتي، وكان جريئا خليل جلال حكمنا المونديالي الذي احتسب 9 ركلات جزاء في الدوري السعودي، واتى الى خليج 21 واحتسب ركله جزاء امام المنتخب القطري، الان في اجواء كبيره في نهائي خليج 21. تلعب الكره الان في المنتصف، احمد خليل يلعب الكره مره ثانيه، حتى الان الاماراتي ما اخذ الجو، ما دخل في الجو، المنتخب العراقي داخلين بقوه اكثر، وممكن تكون حافز للعراقيين لانهم يشاهدون جمهورهم اقل في 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 ارضيه الملعب، لا طبعا الفارق بحضور المشجع الاماراتي اكثر سهوله لمملكه البحرين، طبعا بالبطاقه بطاقه الاحوال البطاقه المدنيه الخاصه الاماراتيه تستطيع ان تدخل مملكه البحرين، بينما العراق يحتاج الى فيزا واجراءات، ممكن هذه من الامور اللي ساعدت في وصول اكثر من مشجع اماراتي، كذلك الدعم الكبير، نتحدث عن 43 طياره وايضا حاضرين بالجو. احمد خليل داخل بقوه عليه احمد ابراهيم قلب الدفاع لاربيل العراقي، يلعب الكره الان وليد سالم اماميه الان يونس بالراس، يلعب كره خطيره لكن المتابعه، ويبعدها محمد احمد، يبعدها محمد احمد، قلب الدفاع المميز الاماراتي حتى الان اسبانيا الخليج، المنتخب الابيض الاماراتي وعلى قوله الاماراتيين بياض وجه، حتى الان الابيض ينتظر ان يقدم لاعبوه بياض وجه، لكنهم حتى الان ما دخلوا في الاجواء، ما ركزوا وعملوا جمله هجوميه على المرمى العراقي، لكن ننتظر، نحن نلعب في دقائق اولى ولم نكمل حتى 6 دقائق في مباراه اليوم، هذه اللقطات الجميله، منظر مهيب الحقيقه، منظر جميل، الاستاد يعني فيه تجديدات، فيه اشياء كثيره ملفته، هو شبيه جدا بملعب
يلعب الشرائع في مكة المكرمة، لكن الاختلاف طبعا بالتجديد بالاهتمام حقيقة واضح في أرضية الملعب سواء في المدرجات أو حتى في كباين التعليق ومختلف المرافق في أرضية هذا الملعب، بالتأكيد من الملاعب الجميلة في الخليج، واستعد بشكل كبير لاحتضان أبناء الخليج في هذه البطولة. كرة ملعوبة الآن تأتي في المنتصف، علي رحيمة لاعب محور دفاعي وهو قلب دفاع معروف، يلعب الكرة همام طارق، تلعب الكرة الآن في الجهة اليمنى، محاولة الآن ملعوبة للمنتخب الإماراتي، عامر عبد الرحمن يحول كرة خميس، إسماعيل نجم بلي منازع في الوسط، يلعب الكرة المبخوت، أحمد خليل، 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 الله، مرت إلى خارج أرضية الملعب، جملة وقفت الكل، الملعب بأكمل يقف، لأن الحضور 90% منه إماراتي، فالملعب اهتز بهذا الحضور، 35,000 متفرج، والله تقدر تقول 30 منهم إماراتي، 30,000 إماراتي و 50,000 عراقي، وبالتالي الآن يدخل الأبيض الجو مع عموري في ضربة الزاوية، عمر عبد الرحمن رايح يلعب الكرة الأولى مع أول هجمة إماراتية، ملعب القائم الأول، رأسية الأمر عمر تجاه المرمى، يوه ضاعت على علي مبخوت، كرة كادت تفتتح التسجيل، ياه يا ربيض، ياه يا ربيض، مع أول حضور جلد 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 من المهاري الرائع علي مبخوت في المحاولة الماضية، كرة جميلة وأول التحركات للأبيض الإماراتي، رد عراقي الآن، الكرة تأتي في المنتصف للمنتخب بالتأكيد الإماراتي، خميس إسماعيل يلعب لأحمد خليل، الإماراتي الآن ملعوبة، تأتي الكرة لعموري، عمر يا سلام يا سلام، المراوغة هذا أمر عادي جدا لأن برازيلي هذا الإماراتي الصغير، يلعب الكرة الآن، تأتي لضربة زاوية، مسك اللاعب الإمارات، دخل الجو الإمارات، عاش الجو الإمارات، ضربة زاوية للإمارات، وشوف فرصة الإمارات، وقادر الآن الإمارات على الوصول مرة أخرى لصنع خطورة على المرمى العراقي، عموري يلعب الكرة على القائم الأول، رأسية إبعاد تأتي خليل، ولكن الكرة فيها إبعاد تأتي لي على المنتخب العراقي اللي يحاول أنه يعود بشكل أفضل، تعود إماراتية، ماسك اللعب عموري لا يتقدم، يراوغ يحاول باليمين، لكن الآن مقطوعة الكرة تأتي أمامية الآن فيها تسلل، لا ما فيها ما فيها، يحاول عليها ويحلق عليها اللي هو يونس، ملعوب الآن في الطرف الأيسر، يونس يراوغ يحاول مرة أخرى الكرة إلى خارج أرضية الملعب، خارج أرضية الملعب، رمية تماس لصالح المنتخب، شوف الفرصة، شوف بالبداية كيف، لكن أفضل حارس من الآن خذوها مني، أفضل حارس في البطولة نور صبري كان حاضرا بشكل قوي، تلقى هدف، وأي هدف نور صبري، هدف يدخل في أي حارس، هدف حسين بابا بالتأكيد الجميل جدا، وهو الهدف الوحيد في مرمى نور صبري، كان ملعوب الآن في الجهة اليسرى علي عدنان، الرد العراقي الآن على الهجمات الإماراتية، عراقية ملعوبة، إبعاد يأتي من محمد أحمد، الكرة إلى خارج أرضية الملعب. رمية تماس لصالح المنتخب العراقي، تلعب الآن بشكل سريع، الهجمتين الماضية حركت الأبيض، حركت الأبيض، ويتحرك الأبيض، عامر يلعبها للمبخوت، مبخوت طالت عليه، وليد سالم الآن في المتابعة يسيطر عليها، دخلنا الآن أجواء حماسية، أجواء تركيز، الفريقين دخلوا في الجو، لأن مرينا الآن نصل لعشر دقائق في أرضية الملعب، والفريقين تحصلوا على فرص خطيرة، ودخل الأجواء تماما، وبالتالي ننتظر المتعة الآن، من الآن فصاعدا ننتظر المتعة والحسم في هذه المباراة. تلعب الآن في اليمين عبد العزيز هيكل، يلعب في الجهة اليمنى لي عمر عبد الرحمن، الكرة إلى خارج أرضية الملعب، كبيرة الإمارات، كبيرة العراق، بالتأكيد قدموا مستويات كبيرة في هذه البطولة، جمعوا النقاط الكاملة في المجموعات، هذه الكرة فيها خطأ لصالح المنتخب الإماراتي، خطأ لصالح المنتخب الإماراتي بين اللاعبين الشابين، تصوروا لاعب رقم 11 العراقي كم عمره؟ 17 سنة، همام طارق عمره 17 سنة، لاعب أساسي مع المنتخب العراقي من أمام عموري الصغير، عموري الجميل صاحب 21 سنة، واللي راح ينفذ الكرة الثابتة الآن، وممكن يصنع مع الخطورة، يلعب اتجاه المرمى، الله الله، لعبها في المرمى، لعبها في الزاوية البعيدة، عموري لعبة جريئة جدا، شوف وين راحة، صحيح مين في المرمى بالضبط، لكن
نور صبري لعب على المضمون والكرة اتجهت إلى خارج أرضية الملعب. مسك المباراة الإماراتي وضربة زاوية الآن مع عامر عبد الرحمن. عامر عبد الرحمن مع ضربة الزاوية يلعب الآن عالية إماراتية ملعوبة عراقية الآن بالتشتيت وممكن تكون مرتدة لكن ماسك الإماراتي. خميس إسماعيل حاضر مع أي فرص وتقدم إماراتي يتأخر فيه لاعبي الإمارات أو تنقطع الكرة تلقى خميس إسماعيل حاضرا بشكل كبير جدا. المد إماراتي لا كرة ملعوبة تأتي في الطرف الأيسر عبد العزيز صنقور. صنقور يحول الكرة في اليمين لكن مقروها من علي عدنان اللي يلعب الكرة إلى خارج أرضية الملعب. علي عدنان أيضا هذا اللاعب اللي أمامكم 19 سنة المباراة العاشرة له الآن مع المنتخب العراقي لعب نادي بغداد في الجهة اليسرى. كرة ملعوبة لا في الوسط خميس إسماعيل تسديدته بالتأكيد ما قد صارت في ملاعب كرة القدم. ما أتوقع في كرة مثل كرة خميس إسماعيل اللي كانت أمام الكويت. تسديدة خيالية في العارضة وبرأس نواف الخالدي ومن ثم العارضة ورأس نواف الخالدي وتعود خارج أرضية الملعب. بالتأكيد كرة كانت خيالية لخميس إسماعيل. كرة ملعوبة الآن مهارات إماراتية رائعة الآن ملعوبة عموري يلعب الكرة أحمد خلول يحاول يلعبها لممخوت. فعلا تجانس تناغم جميل جدا للفريق اللي ماسك الكرة وبالتالي الوصف والتعليق يكون لصالحه لأنه يتقدم لأنه يصل لأنه الآن في محاولة في اليمين. هيكل يحاول مع علي عدنان والكرة إلى خارج أرضية الملعب. احنا مع اللعبة الحلوة الكرة وين تروح؟ المد إماراتي مع الإمارات، المد عراقي مع العراق، الكلمات والوصف تتجه مع الفريق اللي يصل. احنا ومع الثلث الأخير مع الأداء الجميل وأيضا نشيد بالأداء الدفاعي الجيد لما لا. كل شيء جميل في أرضية الملعب. المعلق يحاول أن يصفه ويستمتع به بالتأكيد بغض النظر عن اللون اليوم هل هو لون أبيض أم لون أخضر. الكل حبايب الكل جميل. الإماراتي بيض ويه والعراقي راقي. كرة ملعوبة الآن في المنتصف لعامر عبد الرحمن في اليمين عموري. عمر يتقدم داخل بشكل جميل جدا يستمتع ويستطع كم بشكل رائع. الله الله على هالصغير الله على هالمهاري بالقدم اليسرى يلهب تقريبا 30,000 متفرج 30,000 متفرج في أرضية الملعب إماراتي. ملعوبة الآن تأتي في الوسط ملعوبة عراقية الآن في محاولة أن يحاولوا وبالتأكيد يلعبون وكأنهم يلعبون في أرض إماراتي. هذه كرة فيها سقوط لصالح اللاعب العراقي حمادي أحمد في المحاولة الماضية. حمادي أحمد 23 سنة يلعب مباراة رقم 20 مع المنتخب العراقي وهو مسجل حتى الآن 4 أهداف مع المنتخب العراقي. حمادي أحمد لاعب نادي القوة الجوية العراقي. هذا حمادي أحمد وخطأ لصالح المنتخب العراقي. حقيقة الدقائق اللي مرت الـ 14 دقائق فيها إماراتي وفيها عراقي. البداية كانت عراقية. تلعب الآن فليسا يمر فيها علي عدنان الظهير الأيسر يراوغ بالقدم اليمنى لكن المتابعة حاضرة من عبد العزيز هيكل لتأتي الكرة. سلام شاكر رأسية المتابعة في الجهة اليسرى مع الكرة مع همام طارق. الكرة لم تخرج لكن خليل جلال الآن يذكر أن الكرة خرجت رمية تماس. هذه اللقطة الماضية علي عدنان والكرة اللي خرجت. الفريقين في بطولات الخليج الإمارات أبدا ما فازت على العراق. الإمارات أبدا ما فازت على العراق والإمارات إذا فازت اليوم فهي تحقق أكبر عدد فوز في بطولات الخليج لأن الإمارات أكبر عدد فوز في مباريات الخليج كان 4 انتصارات. اليوم إذا فازوا راح يكون أول مرة المنتخب الإماراتي يفوز 5 مباريات في بطولات الخليج. نقول ليش؟ نتابع الهجمة ونرجع. هذه كرة عموري يصنع يقود الوسط. الله الله راح تشوفون مثل هذه الكرات كثير لكن بالتأكيد الإماراتيين يبغون الهدف ومع هذه اللمحات يكون زيادة الزين والخير خير. هذه لقطة على مهدي علي والكرة الماضية اللي خرجت بالتأكيد على المنتخب الإماراتي. هذا حمادي أحمد الدورة وش الدورة اللي سجل فيها 4 انتصارات المنتخب الإماراتي هي خليجي 18 اللي فاز فيها باللقب هي أكثر دورة حقق فيها انتصارات في بطولات الخليج. تذكرون خسر من عمان لكن بعد ذلك فاز في كل المباريات إلى النهائي لكن هالمرة غير
خليجي 21 في البحرين غير، لكن العراق لا في محاولة يحاول يسوي تغيير وغير في أرضية الملعب. محمد أحمد الكرة الآن سلمها له، خطيرة اللعب مستمر، حمادي يلعب العرضية والكرة تمر ويقاتل عليها الآن صنقور ويونس والكرة إلى خارج أرضية الملعب. هذا حمادي أحمد اللي كان في المحاولة الماضية واللي بالتأكيد أربك في الجهة اليمنى محمد أحمد، هذه اللقطة الماضية اللي لعبت اللي كان طبعا أحمد ياسين في المحاولة الماضية. عموما تلعب الكرة الآن في المنتصف، علي مراتي في الجهة اليسرى، علي مبخوت يتقدم يلعب لأحمد، لمسات إماراتية جميلة حبيب الفردان، الكرة مقطوعة عراقية، الآن تفكير قوي جدا في الأمام، كرة فيها صافرة خليل جلال، خطأ على خميس إسماعيل، خطأ على خميس إسماعيل مع مطالبة بالتهدئة. خميس إسماعيل هذا دوره، هذا شغله، هو المدافع اللي يقطع الكرات أو اللاعب المحور اللي يدخل ويقطع الكرات، وكان يعيش حالة صعبة في مباراة الكويت. خميس إسماعيل كان يعيش حالة صعبة في مباراة الكويت، لأن في أول 10 دقائق في مباراة الكويت تحصل على كرت أصفر من إرماتوف، أفضل حكم في العالم طبعا، أو عفوا طبعا اللي هو الهلالي العماني. خميس إسماعيل تلقى أول 10 دقائق كرت أصفر، وكلاعب محور بالتأكيد هذه الوضعية صعبة، لكنه واصل وأبدع، وأيضا لا ننسى التسديدة الرائعة التي كانت لخميس إسماعيل أمام المنتخب الكويتي. نور صبري يلعب كرة عالية، عامر عبد الرحمن إماراتية الآن، عموري يلعب كرة الآن لعامر عبد الرحمن، الكرة تأتي الآن في اليسار علي عدنان، الكرة الآن تضيع على حمادي أحمد، تعود لي عبد العزيز هيكل، علي خصيف يلعب كرة عالية، إماراتية الآن دخول من علي مبخوت، همام طارق مع عامر عبد الرحمن، خميس إسماعيل يلعب كرة الآن علي مبخوت، الله يا مبخوت لمسة رائعة، هذه كرة متابعة، لكن نور صبري لديه من الخبرة ما يكفي أن يصلح أخطاءه، أن يواجه الخصوم، وحتى أن يصلح أخطاء زملائه. نور صبري الخبير اسم مرشح بشكل كبير جدا أن يكون أفضل حارس في بطولة الخليج بعد نواف الخالدي في خليج 20، وقبل كذا كان في حارس يعني عامل حصرية لأفضل حارس اللي هو علي الحبسي 4 مرات في من 19 18 وكذلك 17 و16 كلها علي حبسي. كرة ملعوبة له في جهة اليسرى الآن صنقور خليل، بدأ أول محاولات، هو الهداف ب3 أهداف على فكرة، أحمد خليل أصبح مثل أخوه فيصل خليل، مسجل 3 أهداف في بطولات الخليج، الآن أخوه جاب نفس رقم أخوه الكبير أحمد خليل، سجل مثل أهداف فيصل خليل بطل 2007. وكرة ملعوبة الآن عموري في اليمين، يراوغ ويمر بشكل جيد، اللاعبين الشبان في الجهة اليسرى الآن في حوار خاص لعمر عبد الرحمن 21 سنة اللي أمامنا صاحب قدم يسرى، وهو لاعب وسط متقدم يساند بشكل كبير جدا ورائع جدا، تشكيلة حقيقة جميلة جدا من مهدي علي المدرب الرائع الإماراتي المهندس مهدي علي. كرة ملعوبة الآن، علي مبخوت يحاول والكرة ما فيها شيء، يا الإماراتيين لا تخافون، خليل جلال ما عنده أي مشكلة يحتسب ركلة جزاء، قرار يملك فيه الجرأة الكافية لأن يقول ويذكره وأن يحكم به خليل جلال. فالحكم خليل جلال 9 ركلات جزاء في الدوري السعودي وأيضا في هذه البطولة أمامكم، فعلها وقد يفعلها في مباراة اليوم خليل جلال المونديالي. كرة ملعوبة الآن في اليمين، عبد العزيز هيكل يتقدم يبحث عن العمق العراقي اللي هو صعب لأنه موجود فيه قلبي دفاع أمامهم، لاعب محور بإمكانات قلب دفاع على رحيمه، هذا كرة ملعوبة الآن صقر في اليسار يلعب لأحمد خليل يحاول فيها خليل، لكن أحمد إبراهيم لاعب أربيل قوي جدا في مركز قلب الدفاع. في اليمين وليد سالم للمنتخب العراقي، وليد يلعب كرة عالية، ارتقاء محمد أحمد، يونس يحاول كنترول، حاضر الآن من عبد العزيز هيكل، أي غلطة مع يونس خبير حاضر قادر على استغلالها. وتتذكرون طبعا الكرة اللي ضغط فيها على المرزوقي لاعب المنتخب البحريني وكيف افتك هدف جعل المنتخب البحريني يعاني، وبعد ذلك طبعا هدف بابا، وبعد ذلك ركلات ترجيح شاهدتوها. كرة ملعوبة الآن أحمد خليل، إبراهيم في الضغط، كرة ما فيها خطأ، فيها خطأ، خليل جلال احتسب خطأ لصالح المنتخب الإماراتي، لصالح المنتخب الإماراتي. كرة ملعوبة الآن في اليمين يلعب كرة عرضية، ابعاد ذكرت في المباراة اللي علقت عليها مباراة قطر الإمارات أن حضور جلال أو
الجلال في التحكيم لمباراة الإمارات ممكن أن يكون فال خير للإماراتية، لأنه هو نفسه أدار المباراة الأولى أمام المنتخب الإماراتي والعماني، وإن كان خسروا لكن أدار الأولى، والآن هو يلعب في المباراة النهائية. كرة ملعوبة الآن، طبعا ما حكم المباراة النهائية الماضية، وهو الحكم الثاني السعودي الذي يدير مباراة نهائية في بطولة الخليج بعد علي المطلق اللي أدار المباراة النهائية في بطولة خليج 17 في قطر. علي المطلق هو الحكم السعودي الأول الذي يدير مباراة نهائية، والآن يسجل نفسه خليل جلال كثاني الحكام السعوديين الذين يقودون ويقومون بإدارة المباراة تحكيميا في المباراة النهائية. كرة ملعوبة الآن، يلعبها عبد العزيز هيكل للمنتصف، عموري يحاول، تأتي الكرة الآن حبيب الفردان أحمد ياسين، لكن صنقور يلعب كرة أمامية أحمد إبراهيم، وخليل راح يضغط خليل، والكرة لنور صبري. الإماراتيين يلعبون رأس حربة وحيد أحمد خليل ولاعب طرف أيسر علي مبخوت، لكن هذا اللاعبين أو هذين اللاعبين يتحركون ويغيرون شكل التشكيلة الإماراتية، وممكن تشوف الإماراتيين يلعبون بثلاثة مهاجمين. عموري تلقاه في الطرف، في الاطراف ممكن يمين يسار، علي مبخوت في اليسار يتقدم يمكن يكون مهاجم ثاني، احمد خليل يرجع، وبالتالي الثلاثه هذول يغيرون في شكل المنتخب الاماراتي بشكل واضح. الفردان ممكن يساند ويعود، وهذه واحده اماراتيه لا ملعوبه. احمد خليل يتقدم يجرب يشوت لكنها بعيده الى خارج ارضيه الملعب. هذا المنتخب الاماراتي بوجود احمد خليل وزملائه استعد وعسكر في ابها في السعوديه في البدايه استعدادا لبطولة آسيا 2008 اللي كانت وين؟ كانت في الدمام في السعودية. هذا المنتخب الإماراتي وصل للمباراة النهائية وفاز على المنتخب الأوزبكستاني وحقق أول انتصارات هذا الجيل في 2008 في بطولة آسيا تحت 19 سنة. بعد ذلك هذا المنتخب ذهب إلى كأس العالم في 2009 في مصر، ووصل إلى دور الثمانية، خسر أمام كوستاريكا لكن يحسب له وصوله لدور الثمانية في البطولة التي كانت في مصر. هذا المنتخب بعد ذلك وصل لماذا؟ وصل للنهائي في أسياد آسيا وأولمبياد آسيا أمام اليابان، خسر في المباراة النهائية وكان وصيفا، والآن يحاول في هجمة مع العراق. خليل والكرة مفتكة خطيرة بالعمق العراقي، عموري يسيطر على الكرة، إماراتي الآن يراوغ فيها ويعود ليصنع هجمة، لكنها عامر عبد الرحمن يساند عموري ويقول أنت راوغ وإذا ضاعت منك أنا أجيبها. فردان عموري يلعب الكرة لا مقطوعة عراقية، علي عدنان أو هذا السيف، سلمان يتقدم الكرة إلى خارج أرضية الملعب، خارج أرضية الملعب رمية تماس. بعد ذلك المنتخب الإماراتي بعد بطولة الأسياد في آسيا وهذه اللقطة الماضية اللي كانت بين سلام شاكر وأحمد خليل، لما كانت البطولة تلعب في اليمن خليجي 20 كان نفس هذا الجيل يلعب في اليابان، يلعب عفوا في كوانزو في الصين، وهذا حكيم شاكر ثالث نهائي خلال شهرين في بطولة خليجي 20، كان هناك جيل آخر وهذا الجيل يلعب في بطولة الألعاب الأسيوية أمام اليابان، خسر النهائي وحل وصيفا في ألعاب الأولمبية الأسيوية. علي خصيف يلعب كرة، المشوار طويل ويكمل، لكن هذه محاولة عراقية إلى خارج أرضية الملعب. المنتخب العراقي يعني كأن الأمور تغيرت شوية، كأن الأمور تغيرت شوية، ومدامنا في البحرين نقول كنا تغير شوي المنتخب العراقي من ناحية الهجومية، لأن المنتخب الإماراتي عاش دقائق أولى عشر صعبة، لكن بعد ذلك دخل في الجو مع هجمة مع هجمتين، دخل ممكن 30,000 الحاضرين الإماراتي أدخل المنتخب في الجو. مهند العنزي يلعب كرة في المنتصف، على فكرة مهند العنزي هو مو من نفس هذا الجيل، هو من الجيل الكبار مهند العنزي، لكن مهدي علي ليس متعصب للجيل اللي بدأ معه، فهو أبعد حمدان الكمالي اللي بدأ معه في البداية وحمل كأس آسيا، لكن عند الانضباط والأمور التكتيكية طبعا لست متأكدا هذه أو تلك التي جعلت حمدان الكمالي يجلس في دكة الاحتياط، لأن ماذا؟ لأن هو مقتنع بمهند العنزي رغم أن من الجيل الكبير، فمهند العنزي هو صاحب 27 سنة وليس كالبقية اللي بسن 22 و23 و24. ملعب الآن عموري، كرة في المنتصف عبد العزيز هيكل، هو تقريبا الوحيد اللي حاضر خلاف هذا الجيل اللي بدأ مع مهدي علي اللي هو مهند العنزي. عامر عبد الرحمن يلعب الكرة في الجهة اليسرى وهو أكبر لاعب إماراتي في الملعب. ملعب الآن مقطوعة، تأتي في المنتصف خميس إسماعيل حاضر مع أي كرات مقطوعة من العراق في محاولات عمل، خميس إسماعيل حاضر
لاعب محور راقبو رقم 3، هذا الدوري يسويه علي رحيمه، وكذلك سيف سلمان راقبو رقم 8، يقدم عمل جيد جدا مع المنتخب العراقي في المساندة الهجومية والدفاعية. همام طارق يتقدم، همام يلعب لسيف سلمان اللي يتكلم عنه، علي رحيمه في اليسار، علي عدنان تمريره جميله جدا كسرا للتكتلات الاماراتيه، يحولها في اليمين وليد سالم. المنتخب العراقي الان يحاول بناء وتعديل اوضاعه، ونحن لا نقترب من نصف ساعه لعب في هذا النهائي الكبير. كره من عمق طوليه، يونس يقاتل، يونس وهو قدير وقادر على القتال البدني، نجح فيه في المباراه الماضيه. يونس ثاني افضل هداف في العراق، يونس محمود ثاني افضل هداف في العراق، وهو اللاعب الذي سجل للعراق 43 هدف. يونس محمود 43 هدف سجلها يونس محمود، ثاني اكثر لاعب عراقي يسجل المنتخب بعد حسين سعيد اللي لعب منذ العام 77 الى عام 90 ميلادي. كره ملعوبه، مهند العنزي رئيس الاتحاد السابق في العراق، مهند العنزي يراوغ في مكان صعب من امام احمد ياسين، لكن يلعب الكره تاتي لاحمد خليل حبيب الفردان الان عاد في التغييرات التكتيكيه لمهدي علي، يلعب كره لمبخوت، مهدي علي غير الرسم التشكيلي اللي ذكرته مع بدايه المباراه، غيره لانه يهاجم عموري، يراوغ، الله الله، راوغ، مر مر، ميسي 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 اماراتي، ميسي اماراتي، عندكم ميسي الامارات، عندكم ميسي الامارات، صدقوني هذا ميسي، صدقوني هذا ميسي، وش سوى وش جندل وش سحب وش سوى، الله الله يا الابيض، الله يا الابيض، بياض وجه بياض وجه، اكيد هذا ميسي ولا مين، يا الله يا عموري، يا الله يا عموري، واحد 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 واحد، اثنين ثلاثة، يا الله، يمين يسار في المدافع وفي المرمى هدف، عندكم ميسي الامارات، عندكم ميسي الامارات، الله يا عموري، الله يا عموري، عدى من كل دفاعات العراق، لخبطهم جننهم، حتى الحارس الكبير تغالط دفاعاته، والامارات تسجل، الامارات تسجل هدف المباراة الاول في الدقيقة 28. يا الله على الفرديات، يا الله على الامكانات، يا الله على البناء، نموذج رائع جدا في بناء منتخب كبير وكبير يا امارات، كبير يا الامارات، حضور جماهير الان ينتشي مع هدف مو عادي، هدف مو اي هدف، هدف مو عادي لعموري، بالتاكيد لن ينسى، لن ينسى في بطولات الخليج ابدا، لن ينسى في بطولات الخليج ابدا، وكاني اتابع مباراة الليغا، كاني اتابع ميسي، عموري ابدع في مشهد خيالي، في مشهد خيالي في مباراة اليوم. هذه كرة ملعوبة الان، تلعب الكرة، الرد العراقي، رد عراقي، صافرة خليل جلال، خطأ للإمارات، خطأ للإمارات، خطأ للإمارات، هدف حقيقة، يعني بالتأكيد مشهد من مشاهد ميسي، مشهد من مشاهد الأسطورة الأرجنتينية، لكنها إماراتية. شوف المراوغ الأولى، شوف الثانية، شوف الثالثة، شوف الرابعة، شوف الرابعة كيف، شوف الرابعة كيف، يا جرأتك، يا حماسك، يا إمكانياتك، يا قدراتك، يا ثقتك، عمر صغير 21 سنة، صاحب الرقم 21 يسجل هدف إماراتي خيالي في مباراة نهائية، وأمام أكثر من 35 ألف متفرج في استاد البحرين الوطني. جميلة جميلة جدا، 1-0 الإمارات، 1-0 الإمارات، وحكيم شاكر المدرب اللي ثلاث نهائيات في أقل من شهرين الآن، نهائيين خسرهم مع الشباب ومع هذا المنتخب أمام سوريا في غرب آسيا، ولا نهائي ثاني إلا إذا أراد أن يفعل في الربع ساعة الباقية لشوط المباراة الأول عملا آخر، أو في 45 القادمة في شوط المباراة الثاني. لكن العراق لها رد، العراق العراق رأسية عراقية، والكرة إلى خارج أرضية الملعب، كلكم عينين في رأس، لكن مع اللعبة الحلوة راح نتجه، مع الخيال الكروي راح نتجه وراح نوصف وراح نتعامل أبدا. التوفيق للمنتخبين، كبيرة يا إمارات وكبيرة يا عراق، أسبانيا الخليج، إيطاليا الخليج، التقاء كبير جميل جدا في مباراة اليوم، كأس العالم الخليجي، أحلى بطولة، أجمل بطولة لأبناء المنطقة، بالتأكيد يعني تستحق الكثير أنه فيها هذه البطولة، لأنها تقدم الخير للكل،
لاعبين إعلاميين للكل تقدم هذه البطولة التاريخية الكبيرة منذ عام 70. يا سلام يا عموري، يراوغ يلعب خميس في المنتصف الآن، علي مبخوت يلعب لأحمد خليل، لكن أحمد إبراهيم قلب الدفاع العراقي يلعب بالرأس، عموري الآن في دخول يسقط من أمام خليل جلال، خطأ الإمارات، الأبيض الإماراتي بياض ويه والله، بياض ويه والله فعلا للمنتخب الإماراتي في المستوى في الوضعية بشكل واضح جدا. عموري بالسلامة إن شاء الله، اللي ارتقى في اللقطة الماضية بينه وبين همام طارق، بينه وبين همام طارق ارتقى، ولكن سقوطه ممكن راح أو كان متعب لعمر عبد الرحمن صاحب الهدف الرائع. وشوف الإمكانات، شوف الإمكانات الغير، والله ما أدري إيش بيسوي، شوف ما تدري وش الخيار، ايش اللعبه راح يلعبها، يمين يسار ياجل المراوغه، وهذه لقطه الهدف، شوف ركنها على القدم اليسرى، قدم المحببه والتسديده، الحارس الكبير نور صبري حاول لكن دفاعاته غلطت نور صبري، وكانت حاضره في الهدف الاول الاماراتي. مهدي علي يسمونه في الامارات جيل المستحيل، هذا الجيل هو جيل فعلا يتسمى ايضا جيل الاحلام، وهو جيل بالتاكيد حتى الان يسير بالكره الاماراتيه ليوازي حضاره الامارات الكبيره. في الامارات كل شيء متطور، في فتره من الفترات نسمع ان كل شيء في الامارات متطور الا كره القدم، لكن هذه الان كره الامارات توازي حضارتها الكبيره وتطورها الكبير بهذا الجيل الرائع، واليوم نحن متشرفين بهذه الرعايه الملكيه الكريمه بوجود ولي عهد مملكه البحرين الشيخ سلمان بن حمد ال خليفه في مباراه اليوم لتشريف الخليجيين وتسليم الكاس للبطل في مباراه اليوم. خطا لصالح الامارات، وخميس اسماعيل من هذا المكان عمل لعبه خياليه امام نواف الخضر، ونور صبري تلقى هدف من مسافة قريبة من هذا المكان، لكن عامر عبد الرحمن هو اللي راح يلعبها وضع ويلعب الكرة الآن عرضية، وبعدها تأتي لهمام طارق يلعبها في اليسار لعلي عدنان، والاثنين يلعبون مع نادي بغداد، أو همام طارق يلعب في القوة الجوية مع الكرة الآن، يلعبها الآن في المنتصف سيف سلمان، ملعوبة عراقية في اليمين أحمد ياسين، رد عراقي، رد للراقي، عراقي الآن مع محاولة، وليد سالم يلعب كرة عرضية تأتي الآن في اليسار، هموم والإبعاد من علي خصيب ممتازة للمنتخب العراقي، العراقي الراقي في محاولة ماضية كانت خطيرة وكان ممكن يعود في المباراة، يصارع 11 لاعب أمام جمهورهم الكبير الغفير في نهائي خليج 21. ملعب الكرة علي عدنان لهمام طارق، همام يلعب عرضية رأسية محمد أحمد تعود عراقية، محاولة ثانية خليل جلال يتابع، عموري الآن يتقدم ويراوغ مرة ثانية مرتدة، يا سلام هذا اللاعب يلعب وكأنه في أجواء عصرية جميلة، ما هو حاسنا في نهائي خليجي، كرة ملعوبة عراقية، التعادل ملعوبة، والعب الآن حمادي ومتابعه إلى خارج أرضية الملعب، اقتربت العراق، لاعب يملك روح عالية، حمادي أحمد قاد الهجمة الماضية ولعب هذه الكرة التي تألق فيها علي خصيف، ضربة زاوية لصالح المنتخب العراقي، زاوية للعراقي، 10 دقائق على نهاية شوط المباراة الأول، والعراق بضربة زاوية تريد العودة، تريد الوصول على القائم الأول، رأسية إبعاد تأتي همام طارق لوليد أو سيف سلمان يلعب كرة عالية، مهند العنزي الكرة إلى خارج أرضية الملعب، ضربة مرمى. ضربة مرمى لصالح المنتخب الإماراتي، تفوق بالمستوى والنتيجة بعض الفترات وصل المنتخب العراقي، لكن مع هذه الوضعية الجماهيرية مع التقدم بالتأكيد الأمور تصب في مصلحة الإمارات. نهائي طبعا خليجي 100% في مباراة اليوم، لأول مرة في بطولات الخليج يحدث ذلك. هذه البطولة مثل ما حدث فيها الحدث العجيب في مباراة الكويت والعراق، مباراة ما فيها حالة تسلل، هذه المباراة أيضا فيها حالة جديدة جميلة، أول مرة تلعب مباراة نهائية في الخليج
الطاقم كله في أرضية الملعب خليجي. انفصلها لكن هذه كرة ملعب الآن. هما طارق الكرة فيها ضربة مرمى، ضربة زاوية، ضربة زاوية نقولها بعد ضربة الزاوية، ضربة زاوية، لأنه هما طارق بحماسة يحاول يستعجل أنه يحضر الكرة لضربة الزاوية لأنه يرغب على الأقل أن يعودوا العراقيين بالنتيجة قبل نهاية شوط المباراة الأول، قبل نهاية شوط المباراة الأول. أحمد ياسين يلعبها أرضية، إبعاد الكرة إلى خارج أرضية الملعب. أول مرة نهائي طاقمة كله خليج، الحكام خليجيين، الأرض خليجية بحرينية، المدربين الوطنيين طبعا خليجيين، وبالتالي متكامل كامل العدد في مباراة اليوم في الملعب في استاد البحرين. الكل في داخل البحرين هم طاقم خليجي، هم طاقم خليجي خالص، وهي حادثة ربما لا تتكرر في بطولات كأس الخليج، لأن العادة يكون على الأقل المدربين، على الأقل الحكام، لكن الكل خليجي 100%. كرة ملعوبة الآن، تأتي علي الرحيم يلعبها في اليمين، وليد سالم لصالح المنتخب العراقي، لكن الكرة تطول إلى خارج أرضية الملعب. خارج أرضية الملعب، طبعا تاريخ مواجهات الفريقين يصب في مصلحة العراق بلا منازع، بلا منازع. يا مهدي علي بالتأكيد تعلم ذلك، لأن الإمارات أبدا أبدا ما فازت على العراق في بطولات الخليج، في بطولات الخليج أبدا أبدا الإمارات لم تفز على العراق. المواجهات كانت 7 مواجهات، 5 تعادلات، انتصارين للعراق. واللاعب عموري عمر عبد الرحمن يدخل ضمن القائمة الإماراتية. هذه كرة فيها خطأ، عموري بالتأكيد صعب التعامل معه، ويعرف خاصة في مباراة اليوم حاضر بشكل جيد جدا هذه المباراة، وكأنها يعني اللي أشوفها أمامي من عموري عمر عبد الرحمن اللي أبهر البريطانيين في أولمبياد لندن، وتلقى دعوة في نادي مانشستر سيتي في التدريب مع هذا النادي الإنجليزي. لكن عموري حاضر بوضعية مختلفة جدا خاصة في مباراة اليوم مع هدف خيالي. عمر عبد الرحمن يدخل ضمن القائمة التي سجلت في العراق في بطولات الخليج مع فهد خميس، عدنان الطلياني وفيصل خليل. كرة فيها رغبة في خطأ لكن اللعب مستمر. تأتي الكرة لأحمد خليل في اليمين، تحركات الآن إماراتية، أحمد خليل يلعبها فردان، فردان، فردان بالروس، علي مبخوت، خطيرة اللقطة، نور صبري، أحمد خليل، خطيرة إماراتية لا زالت، والمتابعة من همام طارق. فرصة خطيرة إماراتية في اللقطة الماضية، فرصة خطيرة إماراتية في اللقطة الماضية. هذه كرة الآن ملعوبة، تأتي سلام شاكر أو علي عدنان، مقطوعة إماراتية محاصرة، إماراتية نقترب من 5 دقائق الأخيرة أو 7 دقائق الأخيرة في نهاية الوقت الأصلي. تقدم إماراتي بهدف رائع جدا، رائع جدا، سجل اللاعب عمر عبد الرحمن بطراز وبطريقة ليونيل ميسي، أفضل لاعب في العالم في آخر 4 سنوات. مهند العنزي أكثر لاعب خبير مع المنتخب الإماراتي، خميس إسماعيل لاعب بإمكانات عالية جدا، وأنا من أهم أول إن شاء الله الأهمية بالتأكيد الكل مهم بالمتابعة، لكن خميس إسماعيل هو من أفضل اللاعبين بالتأكيد اللي ينال الأهمية بشكل كبير جدا بمختلف المتابعين في بطولة خليج 21. كرة في اليمين، محاولة الآن إماراتية، عموري راوغ والكرة إلى خارج أرضية الملعب، رمي التماس لصالح المنتخب الإماراتي مع اعتراضات عراقية، مع اعتراضات عراقية، والبطاقة الصفراء الأولى تظهر الآن من خليل جلال. خليل جلال يشري بطاقة صفراء على اللاعب رقم 8 سيف سلمان، سيف سلمان بطاقة صفراء، سيف سلمان يعترض بشدة ويتلقى البطاقة الصفراء على الاعتراض، على الاعتراض في اللقطة الماضية. تراجع عراق الآن قوي، العراق أبدا ما بدأت البطولة أبدا وهي متأخرة بالنتيجة، دائما متقدمة، دائما فايزة، أول مرة الآن في هذه المباراة فقط العراق تواجه وضعية الخسارة وتأخذ بالنتيجة، أبدا ما صارت في كل مباريات الأربع الماضية. هذه كرة ملعوبة مع المنتخب السعودي، سجلوا هدف وضافوا عليه ثاني، مع الكويت هم بدأوا بالتسجيل وتقدموا وحافظوا، مع المنتخب اليمني لعبوا بتغييرات لكنهم فازوا 2-0، مع البحرين هم بدأوا بالتسجيل، والآن أول مرة في هذه البطولة هم متأخرين بالنتيجة، يجدون أنفسهم متأخرين ويجدون أنفسهم راغبين بالتعديل، وحتى الآن لم يصلوا للتعديل. هذه الوضعية الجديدة للمنتخب العراقي. كرة ملعوبة لعموري يحاول يقطع الكرة، تأتي للاعب اللي هو 8 سيف سلمان، علي عدنان يلعب كرة، محمد أحمد، خميس إسماعيل في اليمين، عبد العزيز هيكل، هذه كرة ممكن لو ضغط ينجح المنتخب العراقي. علي خصيف يلعب كرة عالية،
في الجهة اليسرى علي عدنان المنتخب العراقي وسقوط لأحد اللاعبين. بالسلامة لاعب المنتخب العراقي. في اللقطة الماضية بدأنا نشاهد الآن بعض المراوشات بين اللاعبين عموري وسيف سلمان، وهذه لقطة واضحة. لكن إن شاء الله يستمر هذا الجمال بنفس الرتم وأعلى في الدقائق القادمة. نلعب في 41 دقيقة مع احتفالية خاصة للحضور الجماهير الإماراتي بنشيد الوطن الإماراتي، احتفالا ب 41 دقيقة رائعة قدمها الأبيض. ملعوب الآن هومان طارق، عملوا بداية صناعة كرة وجملة هجومية عراقية مع تراجع إماراتي. تلعب الكرة الآن أمامية، يونس ملعبه في اليمين، وليد سالم يلعب عرضية وإلى خارج أرضية الملعب. خارج أرضية الملعب المحاولة العراقية الماضية لعبت من علي رحيمة وتقدم لها وليد سالم. على رحيمة لاعب القلب الدفاع ويلعب محور برغبة المدرب اللي أمامكم حكيم شاكر. علي رحيمة 27 سنة 91 يلعب اليوم 92 مباراة دولية مع المنتخب وعنده هدف. لعب نادي الوكرة القطري وليد سالم ظهير الأيمن لعب نادي الشرطة العراقي 21 سنة. فعلا فعلا مباراة فيها عدد كبير من اللاعبين الشباب اللي ممكن يصنعون عملا وانجازات قادمة للكرتين الإماراتية والعراقية. أحمد خليل مع مدافع قوي أحمد إبراهيم، كرة ملعوبة الآن على عامر عبد الرحمن، أو هذا مبخوت يحاول فيها مبخوت أو الفردان. يلعب أحمد خليل، يتقدم خليل، كرة خليل الطول إلى خارج أرضية الملعب. ثلاث طائرات كانت عراقية إلى أرضية الملعب وهي اللي حاضرة في طبعا المنطقة المخصصة لهم واللي ممكن توصل لخمس آلاف متفرج، بينما الإماراتيين حاضرين ب 43 طائرة حضرت إلى مطار البحرين الدولي، وأيضا القادمين عبر البر عن طريق جسر الملك فهد حاضرين في مملكة البحرين، وبالتالي حضور طاغي إماراتي كبير في أرضية الملعب. المنتخب الذي تلقى جميع أشكال الدعم في مباراة اليوم وقبلها من أجل الحضور ونيل لقب البطولة، والمنتخب العراقي يملك المقومات، والذي بالتأكيد مسألوه تحدثوا قبل بداية البطولة أن لم نكن نعلم أو أن الأمور ممكن توصل هذه الطريقة، لكن نجح حكيم شاكر بشكل جيد مع المنتخب العراقي والآن هو في مباراة نهائية. لكن نحن في شوط المباراة الأول والدقيقة الآن 44 والأمور تسير لمصلحة الإمارات. تلعب الكرة الآن في اليمين وليد سالم في المنتصف الآن علي رحيمة، وليد سالم يلعب كرة أمامية تأتي ليونس الخبير، ممكن يعمل له لمسة خطيرة، لكن قراها محمد أحمد لاعب نادي العين لاعب شاب 23 سنة من ضمن جيل مهدي. كرة ملعوبة الآن في اليمين عبد العزيز هيكل 22 سنة. شوف أذكر لكم الآن الأعمار كلها بجيل واحد متجانسين ويملكون الكثير من الخبرة والتجارب اللي مروا بها، عائدين من أولمبيات لندن وكانوا أبطالا لبطولة الخليج كأس الخليج للمنتخبات الأولمبية. رمية تماس وخبرة يونس في توجيه زملاء اللاعبين العراقيين. ملعب الكرة في اليمين، اعتراضات لكن اللعب مستمر. علي رحيمة يلعب كرة الآن في الجهة اليسرى علي عدنان. العراق طبعا عنده ثلاث ألقاب في هذه البطولة، ثلاث ألقاب والإمارات لقب وحيد في خليجي 18. ومان طارق بالسلامة، ومان طارق أكثر لاعبين حماسا من جانب الفريق العراقي. هذه الكرة ملعوبة لأن أحمد خليل يحاول فيها ومبخوت الآن يلعب لمسة تأتي عموري لعلي عدنان. على المنتخب العراقي الآن مع المحاولة في الجهة اليسرى يتقدم علي عدنان يمر لاعب نادي بغداد، الكرة مقطوعة تعود لهومان طارق. همام يلعب كرة ليونس، رغبة عراقية الآن في الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي 45 دقيقة اكتملت الآن انتظار الوقت بدا ضايع اللي هو دقيقة واحدة أمامكم عبر نواف شكرلة. باقي دقيقة يصير فيها شيء ولا لا. أحمد خليل يعرض للفردان لمسة لخليل، لكن الكرة طالت إلى خارج أرضية الملعب، ويبدو نحن على وشك
النهايه وتوديع شوط مباراه اول جميل جدا قدمه الطرفان وتالق بشكل واضح المنتخب الابيض الاماراتي. كذلك حاول المنتخب العراقي الراقي باداء جيد جدا، لكن ننتظر في شوط مباراه ثاني الاوضاع راح تكون مختلفه، الاوضاع ممكن تاتي بالعديد من المفاجات والمستويات والكرات الجميله والاداء وتغيير بالنتيجه في المستقبل في شوط المباراه الثاني. مباراه نهائيه تجمع كل اشكال الجمال الكروي، الحضور الجماهيري، التفاعل، الكل يساعد في تشكيل لوحه خليجيه جميله جدا في ارضيه استاد البحرين الوطني. رميه التماس مع الصافره مشاهدينا مشاهدي قنوات السعوديه الرياضيه. اذا حكمنا الدولي خليل جلال يعلن نهاية شوط المباراة الأول، على أمل اللقاء بكم في شوط المباراة الثاني. لا تذهبوا بعيدا، سنكون حاضرين في شوط المباراة الثاني. تحياتي محدثكم.